أمي معها حق، أنا كتير هاملة حالي. الله يسامحك يا مرت أخي بشيرة، ما عم تتركيني أشوف حالي وبالشتيني بناتك طول النهار. لك شريفة، شريفة وين كنتي رايحة؟ مو كنتي عم تلعبي مع أختك؟ شو بتضل عيني عليكي كل النهار؟ إذا بتقربي على باب الصقر بدي أعمل لك قتلة. شبك يا أميرة؟ شبك طالع خلقك على البنات وعم بتعيطي عليهم؟ ما في شي مرتخي، بس كنت عم بلا حكي. هاتي الكرسي لهون. هاتي الثاني. تعو أمي تعو. عدي حاكم، لونكم مخطوف وأكلكم مو عاجبني، كلوا. والله محتارة يا أم راشد، ماني عرفانة مين بدي يخطب للعجاج، بنت أبو فايز النجار ولا بنت أبو كامل الفحام؟ أنت دخلك شو رأيك؟ والله أنا رأيي لا هي ولا هي. ليش؟ لأنه بنت أبو فايز النجار إلى ريحة تم يا أم عجاج. أنا بعرفها لما رحت أخطب لراشد ابني، أمت ابتليت بمصيبة أكبر. إن شاء الله ربي يصطفل فيكي إلهي يا أم بشير على جوازة النحس. لكن قلتي لي إلى ريحة تم؟ بس عليها وش مدور بياخد العقل وعيونها شهل بتسبي سبي. يعني ما أخطب له إياها العجاج؟ لا أم عجاج، بكرة عجاج بيحط الحق عليكي من ريحة تمها. قلتك لكن أخطب له بنت أبو كامل الفحام؟ بنت أبو كامل الفحام حلوة، بس شعراتها خفاف ورجليها فكح. يو شو هالحكي أم راشد؟ والله يا أم عجاج أنا شفتها لما كنت عم بخطب لابني شاكر، ضيفتنا القهوة وضربت عيني على شعراتها، رابطتن بمطاطها هالقد، تقولي شعراتها مثل دنب الفارة. بس بيني وبينك يا أم عجاج أحسن من هالبلوة اللي ابتليتها. بشيرة خانم وأمها يبعت لن أصفان لعمران على هالحظ المبهدل. شو بدك تعملي؟ نصيب يا أم راشد، نصيب. أي والله يا أم عجاج، الدنيا كلها نصيب، وما بتعرفي مين هي البنت اللي خلقانة من ضلع عجاج. طيب ما بتعرفي لي شي بنت أهل أوادم وهي ناعمة وحلوة وظريفة؟ لا، وحتى لو كنت بعرف ما رح أقلك أم عجاج. ليش؟ ما بدي يوجعني راسي، وما بدي ادحش مناخيري بشي ما بيعنيني. وبيقول لك المثل، ادخلي بجنازة ولا تدخلي بجوازي ام عجاج. بكرة عجاج بده يتجوز، ولازم تكوني احلى من عروسته لك اميرة. ايه هيك من زمان، شوفي حالك يا حوبة. فتحت باب السقاق. يفتح وقبرك ان شاء الله. وشو صار اذا فتحت باب السقاق؟ بعدين هي بتعرف تفتح باب السقاق يا كذابه؟ شبكون ليش صوتكم طالعه؟ اميره ضربت شريفه ام عجاج. يا مو والله من خوفي عليها شفتها فاتحه باب السقاق. كذابه، باب السقاق كان مفتوح وابصر مين فتحه وشو بده من الحاره. والله يا مو هي فتحته، عم لكم وحياه الله. بشيره انا ما قلت لك انه اميره ما عاد لها دخل ببناتك؟ وانا ما بدي اياها تتداخل فيهم ام عجاج. ماشي يا بشيره. اموره
روحي امي على شغلك روحي. بس يا ماما والله هي اللي فتحت الباب والله. تعي امي تعي تنكسر ايده اللي ضربك. بشيره ضبي لسانك وبلاها هالدعاوي. تقلب الحق باطل والباطل حق، مثل المثل ضربني وبكى سبقني واشتكى. خلص بقى الاحسن انك تضبي حالك انت وبناتك وتفوتي على الاوضه احسن ما كبرها. يلا لشوف. ماشي يا ام عجاج ماشي. يوم ابي قال لامي روحي اخطبي له لاخي عجاج. بقى شو رايك ياسمين؟ رايي انا بشو اميره؟ شو بنا ياسمين تصيري مرتخي. يو شو عم تحكي لك اميره؟ انا بدي صير مرت اخوك عجاج؟ ليكون مو عاجبك عجاج وليه؟ لا تقبريني والله عسلامته عجاج ما في منه. بس بس شو؟ بس بتعرفي انه انا بدي ارجع لجوزي. لك ياسمين بدك ترجعي لجوزك بعد ما طلقك وضربك وبهدله؟ شو بدي ساوي اميره؟ المره المطلقه ما لها غير جوزها يحواها. وليش هو ناوي يرجعك؟ ما بعرف والله ما بعرف. بركي بيحن قلبه علي وبيرجعني على بيته. لك تقبري قلبي شو طيبه. انا بس حبيت اعرف شلون بتفكري بعد المصيبه اللي حلت عليكي. ورفع لي اجرت ايامه 3 ليرات طقه واحده. ان شاء الله الف مبروك تقبرني بتستاهل اكثر من هيك يا ضو عيوني. بس انا عندي خبر احلى من رفع جمعيتك تقبر قلبي. شو هو يا مو؟ ابوك بده يجوزك تقبرني. بحياه الله عجد عم تحكي يا مو؟ ايه. وقال لي لفي على كل بيوت الحارة ونقي احلى عروس خص نص العجاج. لك الله يخليني الله يخليني اياكم الله يخليني اياكم يا مو الله يخليني اياكم. ومن بكره رح ابلش دوي. لا يا مو استني شوي. ليش لنستنى تقبرني؟ جمعيتك وصارت 3 ليرات واوضه كبيره وصار عندك وما بقى الا تجي العروسه تزينها مثل وشك القمر تقبر قلبي. لا يا مو لا يعني انا قصدي انه عجاج. نعم يا مو. حاطت عينك على شي وحده حتقلي عليها يا مو؟ شبك لك امي ليش مستحي احكي؟ خلص يا مو خلص بعدين بعدين بعدين. شو عجاج ما خلصت؟ يلا احمل اغراضك روح على اوضتي. يلا اخي يلا جاي جاي. يلا خلصنا. عاجبك هيك يا عمو؟ عاجبك؟ اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وانت ولي بشيرة؟ شو منزلك من اوضتك؟ وليه هيك طالع خلقك مرت عمي؟ بدي اعمل عروستين للبنات. ايه يلا خفي ايدك واطلعي. مو حرام عليكم هيك كسرتوا بخاطره للولد؟ مو شغلتك بشيره. العمي بعيونك شو حشريه اطلعي لفوق. رفع له جمعيته من نص ليرة لثلاث ليرات. ايه على خير ان شاء الله. يومين بتصير الدكانة إله ولأمه. لا تواخذني ابن عمي ما حلو اللي عم يعمله ابوك بينك وبين اخواتك. انا لازم ساوي شي لك حفيظة.
لا تقبرني، ما احلاك وانت ساكت. والله يا ستي انا ما عاد اروح على الشغل لحتى تصير اجرتي مثل عجاج. ايش بدك تبطل من دكانه ابوك؟ يعني في غير الحل؟ ايش جنيت لك شاكر؟ شو بدك ساوي بحالي؟ لك احكي لابوك وقول له يرفع لك اياها، احسن ما تقعد بالبيت لا شغله ولا عمله، وهيك لا بيزعل ابوك منك ولا بتقعد على الطال بطال، وما منضطر نشحد الفرنجة من الناس وما منلاقي مين يعطينا اياه. ما بيوافق ابي، وبعرفه ما راح يوافق ابدا. بالله شو يعني عجاج ابنه وانت ابن الجيران؟ بعدين اذا بدك تبطل من عنده لازم يكون بايدك شغل تاني، روح دور على شغل. بدك يعني اشتغل عند الناس؟ ايه وشو فيها؟ انت معلم وسيد المعلمين ومو ناقصك شي يا سيدي، والف معلم بيتمنى انه تشتغل عنده، وراح يعطيك قد اجرة عجاج واجرة راشد. بعدين لا تنسى ابن عمي، حلويات ابوك معروفة بكل الشام، يعني راح يشغلك على اسم ابوك، مو انت اللي عم تساويها انت واخواتك.